كابتن سيد، مفيش ماتش من الماتشات او فتره من الفترات حسيت ان انت عايز بس ايه، مجرد ان انت تمشي من منصبك ترد على ناس وترجع تاني؟ حصلت الفتره دي ارد على ناس؟ يعني بيسيئوا للنادي، بيسيئوا للجماهير، بيسيئوا للفرقه. لا هو انت برضو يعني لازم تكون ذكي يعني في بعض الاوقات، ما يعني ما ينفعش ان انت ممكن زي بيقولوا عندنا في البلد كده نفسك تاكلك. يعني ايه نفسك تاكلك؟ يعني ما حد يعني حد يتكلم على حد يخصك يعني. وانت بتتعامل في الاهلي زي بيتك يعني. بس الصح ان انت في اوقات كتير جدا كله بالعقل يعني، تبقى ازاي تاخد حقك بالعقل برضو يعني، وازاي تاخد حقك بأسس النادي وقيم النادي ومكانة النادي يعني. تمام. لكن ما اعتقدش ابدا ان في حد ممكن يعني غير واحد مهفوف يعني، يعني اللي يشكك او يتكلم على الاهلي بتاريخ بحاجه مش فيه يعني، يا اما واحد اساسا يعني مغرض، او واحد كاره لنفسه، او واحد. لكن اي حد عنده منطق وعنده حق يعني هيقول الناس دي بتشتغل كذا وبتشتغل كذا وبتشتغل كذا وموقفها كذا. حتى احنا في الاجتماع الاخير بتاع الانديه على فكره، والله يعني انا كنت موجود كواحد بيمثل النادي يعني، او موجود للنادي الاهلي. قلنا لهم اول حاجه اتقالت، احنا مع المنظومه بشكل كويس قوي، واحنا كمان بيغلبنا الطبع او المصلحه العامه حتى لو كانت علينا، بس في اطار رولز معينه وتكافؤ فرص بس مش اكتر من كده يعني. انت بالمناسبه في الماتش ده اتقال، او في الاتحاد الكره، في اجتماع اتحاد الكره الاخير اتقال ان انت كنت مع حد وقلت له ان هدف المصري اللي دخل فيهم لمسه يد، انت قلت كده فعلا؟ ده راجل ما اعرفش يعني بيحلم ازاي ده، ولا بيتكلم ازاي ده اساسا يعني. وبعدين انا يعني احترامي الكامل للجهه اللي هو بيمثلها او بينتمي ليها يعني، ما ينفعش تقول حاجه على الثانيه انت انا ما قلتهاش ابدا. واللي قالك كده يعني مثلا يعني ويا واحد بيضحك عليك يعني، مش عايز اقول اكتر من كده يعني. بس حاجه غريبه ان حد يطلع يقول الكلام ده يعني. انت شايف علاقتنا يعني رائعه قوي بلجنه التحكيم او لجنه الحكام، عشان اقول لكابتن وجيه احمد يعني حاجه عليا انا؟ علاقتنا خلاص سمنه على العسل يعني. يعني ده انا ما بتوقفش غير بينهم. انت ما بتتوقفش يعني؟ مش عارف، كل شويه مذكره، كل شويه مذكره. لا طبعا ده اي هبد وخلاص يعني. ما اعرفش هو اتكلم عليا ليه اصلا يعني. انا ما اعرفش اتكلم عليا ليه اساسا يعني. انا ما اعتقدش ان احنا اتجمعنا مرتين ثلاثه يعني. طبعا بنحترم كل الناس وكل، لكن ما ينفعش ان انا يعني انا ما ذكرتش اسمه في اي حاجه خالص، ولا ذكرت حتى. لا اصل ما ينفعش، ده تصريح خطير ان هو يتقال كده. عشان كده انا عايز اخده من بقك يعني، انت ما قلتش هذا الكلام. ما انا بقول لك يعني ما اعرفش جابه منين يعني. هو جابه منين اساسا يعني؟ يعني انا قعدت مع واحد حكم، وقعدت مع رئيس لجنه الحكام، فقلت له تعالى والنبي ده انا ضميري بيوجعني قوي يعني، ان كره محمد شريف ما هو هدف صحيح 100%. ولسه كنت هقول لك هي اساسا ما فيهاش الكلام. ما انا بقول لك هدف صحيح 100% يعني. فانا لو يعني لو هتبقى في قعده مع كابتن وجيه هقول له على اللي فات يعني. احنا كنا بنصلي الدور، وبعدين بعد ما خلصنا صلاه الدور في الاجتماع كان هو موجود يعني. قلت له بقول لك هو البنالتي يعني، البنالتي بتاع وادي دجله يعني، كان ليا بنالتي فظيع في وادي دجله فظيع جدا يعني. فلا طبعا ما حصلش خالص يعني، واستغربت اصلا. وبطلب منه يعني، طالما انا ما جبناش سيركو خالص في اي حاجه، وما تعرضتش لكم في اي حاجه خالص، لا من قريب ولا من بعيد، وما اعتقدش ان انت يعني من حقك ان انت تتكلم على حاجه تخصني او تتقال عليا يعني، غير يا اما تستاذني يا اما تعرف الحقيقه قبل ما تقولها على الهوا يعني كده خلاص.